شكرا 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 شكرا، مرحبا بكم، شكرا 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 شكرا، مرحبا بكم. سعيد سعيد جدا جدا، فرحان بزاف لاني معكم اليوم. هذه لثاني مرة هنا في جنين تونس، ولكن أنا قضية الطفل أول حفل 1 جوان كان في سنة 1998، بلك الناس اللي كانوا مازال ما زادوش راهم هنا. إذن أنا من الناس اللي عندهم قناعة تامة بلي تربية الطفل هي مسؤولية الجميع. إذن لازمنا كاع كيما رانا نتحدوا باش نربيو ولادنا. الشيء الطفل لما يغلط نقولوا هذاك ولد الآخر، ابن الآخر، لا هذاك ولدنا وحنا تاني عندنا مسؤولية. إذن هذه أنا اليوم جيتكم بهذه الحصة هذه مع عمو يزيد اللي راكم تشاهدوها على الشروق تي في كل يوم ثلاثاء على 5 العشية. هذا منبر باش نوصلوا رسالة لأطفالنا مستوحاة من الواقع الاجتماعي الجزائري. ربي يوفقنا إن شاء الله ويوفقكم أنتما كذلك. أنا نظن أحسن حاجة نبدأ فيها هي نبدأ بجينيريك تاع الحصة. هيا هلموا إلينا انضموا باش كامل أصدقائنا يجوا معنا. يلا هيا يا أطفال وهيا نمتعكم بحصتنا، من سحر وتهريج ودوما تسلينا، طوبي كفكت وكوكو وكل يرافقنا. تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد، تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد. الغاز والشاطر يعطينا الحل، حكاية فيها عبرة حكمة مثل، معلومات وبها يا نور العقل. عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد، تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد. شكرا يا أطفال شكرا. أنا عندي سؤال، عندي سؤال للأطفال النجباء اللي راهم معنا اليوم. غدوة إن شاء الله يوم 31 ماي الأحد، 31 ماي عيد ماذا؟ شكون اللي يقدر يقول لي؟ بالواحد بالواحد. استناو هذه باينة نجيبها الطفلة هذه، يلا. عيد الأم. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. إذن عيد الأم كاين يوم عالمي ثاني. كاين يوم عالمي ثاني، شكون اللي يعرفوا واش هو اليوم العالمي؟ اليوم العالمي للتدخين. فوالا اليوم العالمي ماشي للتدخين، ولكن اليوم العالمي ضد التدخين. يا اخي الله يبارك الله يبارك. اذا عيد الام هذه المناسبه عزيزه علينا كامل. اذا انا شخصيا راح نهدي لكم اغنيه ماما. يلا تغنوا معايا كامل ماما. يا
لحية حنان جنة وجنان في عرفك مثل الحمامة. واشن عجبتك الأغنية؟ عجبتك؟ عجبتكم الأغنية؟ إذا نقولوا الماما نقولوا لها نحبوك نحبوك وعيد سعيد وكل عام وانت يا بخير يا ماما. يا أخي يا أطفال شكون يحب المدرسة يرفد يدو؟ الله يبارك الله يبارك قاعد تحبوا المدرسة. شوفوا كاين أغنية أنا نحبها نقول فيها اثنين في الصف اثنين والشاطر يرفع ايده 20 على 20 والناجح هذا عيده. واش نديروك يقولوا الشاطر يرفع ايده كامل والشاطر يرفع ايده على خاطر انتوما كامل شاطرين. يلا اذا اثنين في الصف اثنين. الشاطر يرفع ايده 20 على 20 والنجاح هذا عيده. اثنين في الصف اثنين والشاطر يرفع ايده 20 على 20 والنجاح هذا عيده والنجاح هذا عيده. يرفع ايده 20 على 20 النجاح هذا عيده.
ننفي الصف اثنين والشاطر يرفع ايد عشرين على عشرين والنجاح هذا عيد والنجاح هذا عيد شكرا شكرا يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة. عجبتكم الأغنية؟ تحبون نديروا لغز يا أطفال؟ راح نقول لكم لغز. أبكي لما يدور رأسي. دوك نشوفوا شكون اللي كان يشوف في الحصة مع عمو يزيد واللي ما كانش يشوف. اللغز هذا درناه. أبكي لما يدور رأسي. شفتي الحصة؟ أبكي لما يدور رأسي. واش هي؟ حنفية. برافو، هذه باينة من الأوفياء تاع الحصة هذه، صفيق عليها. عطيني سيدي. أبكي لما يدور رأسي. حنفية. الله يبارك، أنا نهدي لك هذا السيدي تاع الأغاني تاع الأطفال بعنوان مدرستي على الوفاء نتاعك. يعطيك الصحة، واسمك؟ أمة الله. الله يبارك، بدا بينا إن شاء الله تجي تشرفينا في الحصة.
واش عرفتها؟ نعطيك سيدي بيان سور. يلا يا اطفال يلا الاغنيه المواليه تغنوا كامل معايا. يلا الاغنيه المواليه. أسراري وكذا حكاية أيامي، فمنك تنور أفكاري وعندك كبرت أحلامي. أنت مخبأ أسراري وكذا حكاية أيامي، فمنك تنور أفكاري وعندك كبرت أحلامي. بيتنا يا أحلى بيت، يا مأواي في حياتي، فيك ترعرعت وتربيت، فيك أجمل ذكراتي. احلى بيت يا مأواي في حياتي، فيك ترعرعت وتربيت، فيك اجمل ذكراتي. الشيء الذي يجري بدون أن يتعب. أنت يا كي حافظة. لا 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 لا، أنتم أوفياء للحصة أنتم.
لا لا هادو راهم حافظين هادو. خلاص انتما اوفياء للحصه هادو، انتما اوفياء للحصه. ما هو الشيء الذي يجري بدون اي تعب؟ سنشوفوا لهيك. قول لي واش هو؟ ساعه. لا لا ماشي ساعه، ساعه تتعب لازم نبدلوا لها لابيل. واش هو؟ كرسي. جمل. لا لا، الشيء الذي يجري بدون ان يتعب هو النهر. النهر يا اطفال، النهر. قالوه الشاطرين هادو. عجبتكم الاغنيه تاع بيتنا يا اطفال؟ اذا الاغنيه المواليه ان شاء الله تعجبكم كذلك. اسمها دوما في شفتي، اشدو بها كاغنيتي، هي كنز المعرفة. فلتح يا مدرستي، فلتح يا مدرستي. مدرستي مدرستي كم احب مدرستي، اسمها دوما في شفتي، اشدو بها كاغنيتي، هي كنز المعرفة. فلتح يا مدرستي، فلتح يا مدرستي. فلتح يا مدرستي. كسب العلم تتبناني، على مستقبلي ترعاني، هي بيتي الثاني، وشطر من شطر حياتي، وشطر من شطر حياتي. كسب العلم تتبناني، على مستقبلي ترعاني، هي بيتي الثاني، وشطر من شطر حياتي، وشطر من شطر حياتي. إليها بتفاني، ألعب أمرح بأماني، هي قصري ومملكتي، هي قصري ومملكتي. أدرس فيها مع إخواني، أمضي إليها بتفاني، ألعب أمرح بأماني، هي قصري ومملكتي، هي قصري ومملكتي. سنة من بعد سنتي، سنة من بعد سنتي. ما أحلاها ما أبهاها، لا تنساني لا أنساها، ويزيد في قلبي هواها، سنة من بعد سنتي، سنة من بعد سنتي. مدرستي مدرستي كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي، أشدو بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة. فلتح يا مدرستي، اسمها دوما في شفتي، أشدو بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة. فلتح يا مدرستي،
فلتحيا مدرستي. شكرا شكرا يا أطفال، لكسب العلم تتبناني، على مستقبلي ترعاني، هي بيتي الثاني وشطر من شطر حياتي. اليوم كاين أطفال، اليوم كاين أطفال عيد ميلادهم اليوم، راح نغنوا لهم هذه الأغنية. والديهم تفاهمنا معاهم كومبليسيتي شوية، جابوا لهم مام الكاتو، إذا راح نطلعوا الكاتو تاع الأنيفرسير ونغنوا لهم كامل كيما رانا عيد ميلاد سعيد. الاغنيه الجديده اللي دارها عمو يزيد واسمها عيد ميلادك احلى عيد. الاطفال تاعنا كاع يحبوا لي زانيفرسير، اعياد الميلاد تاعهم يحبوهم. واللي نسعد الميلاد تاع وليدو واش يصرى فيه؟ يا اخي ما تحبوش لوالديكم يساو، لازم يتفكروا كما ثاني تفكروا تاع الوالدين عيد ميلاد. إذا اليوم كاين أعياد ميلاد بزاف راهم معنا هنا، حنا حبينا كما في الحصة نتاعنا وين نغنوا للأطفال هذه الأغنية تاع عيد الميلاد. إذا تغنوا كامل معنا أغنية عيد الميلاد، وأنا نعطيكم موعد، نعطيكم موعد إن شاء الله في حصة مع عمو يزيد نهار 3 على 5 تاع العشية. يا أطفال كنتوا هايلين ومرحبا بكم وشرفتونا اليوم، ويلا عيد ميلاد سعيد. باي باي. عيد ميلادك احلى عيد، ربي يكتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. قلبي لك نتمنى صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. بابا وماما يدعونو وصحابو يبركولو، وجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو. كامل ها كامل. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة.